مشاهدينا متابعي هذه الصفحة، صفحة نورسات الأردن، أسعد الله أوقاتكم، نعيدكم ونهنئكم ونحن في أفياء أعياد السيدة العذراء مريم، سيدة الأسرة العائلة المقدسة أم السيد المسيح، حيث كانت المربية الأولى. في هذا المساء نصافحكم جميعا ونقول كل عام وأنتم بألف خير، الصائمون في صيام العذراء حسب التقويم الشرقي، والذين اختتموا الصوم بالاحتفال الأمس بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، نصافحكم ونصافح الأسر، نصافح الأمهات والآباء، ونصافح أيضا الذين يتعبون على تنشئة أبنائنا وأجيالنا القادمة. في هذا المساء نحن سعداء أن نطرق بابا مهما في حياتنا، أعني التعليم. وبالأمس كانت أصوات الفرح موجودة وتملأ ساحاتنا وباحاتنا، مدارسنا وبيوتنا وشوارعنا، كانت الفرحة عارمة بنتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة. ولهذا أرجو معكم أن نهنئ الذين نجحوا والذين تفوقوا والأهلين والوالدين، ومعهم سوف نهنئ المربين والمعلمين والمدرسين، ونهنئ كل مؤسسات التربوية. فألف مبروك للذين نجحوا والذين سطروا رغم صعوبة الفترة الماضية، سطروا تحديا نجحوا فيه في أن يكونوا طلابا تلاميذا يبحثون عن العلم. ألف مبروك مرة ثانية. وأنضم في الاستوديو إلى ضيفي العزيز الدكتور إحسان حمارنا في هذا المساء، فمعه نجدد التهنئة. ألف مبروك، ألف مبروك للتوجيه. ألف مبروك. أولا في البداية أنا بشكر أبونا نبيل حداد على هذه الاستضافة الكريمة، وأستغل هذه المناسبة لأتقدم بالتهنئة للأهل الكرام وللطلاب اللي جاهدوا وناضلوا سنة كاملة للوصول لهذا اليوم المشهود. وحقيقة هذا العام نتائج التوجيهي مرت بظروف قاسية، أزمة كورونا وتأثير هذه الأزمة النفسي على أبنائنا الطلبة، لكن الحمد لله إنه الطلبة اجتازوها بنجاح تام، حتى أن نتائج هذا العام كانت الأعلى في تاريخ امتحان التوجيهي. يعني بالأمس 71 طالب بالفرع العلمي حصل على علامة 100%، وسبعة بالفرع الأدبي حصلوا على علامة 100%، وهذا الصراحة شيء غير مسبوق. وإحنا يعني نعذر وزارة التربية والتعليم على نحكي على التساهل شوي مع أبنائنا الطلبة بحصولهم على هذه المعدلات. وأنا هذا الحكي برجعني بالذاكرة إلى عام 1973 لما تقدمنا لامتحان الثانوية العامة، وأذكر أن الطلاب اللي حصلنا على معدل 90 فأعلى كنا 65 طالب في المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم عندك نعم 78 واحد حصلوا على معدل 100. احنا وياك بنهنيهم هذول كلهم جميعا، ألف مبروك، ألف مبروك لأبنائنا الطلبة، والله يعين الجامعات السنة على توفير المقاعد للطلاب، لأنه حقيقة اللي حصل على معدل 100، احنا عندنا الثقافة تبعتنا اللي بيجيب معدلات عالية كله بده يدرس طب، فيجب على الجامعات تلاقي مقاعد طب لجميع أبنائنا الطلبة
وحق الأهل لما واحد ابنهم بجيب 95 فأعلى بقول لك أنا والله بدي ابني يدرس طب، فحقيقة رح يكون في أزمة في توفير مقاعد القبول هذا العام لجميع أبنائنا الطلبة. احنا وياك بنقول ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، والناجح يرفع إيده، الناجح يرفع إيده. بعد هذا التبريك والتهنئة لأحبتنا أبنائنا الطلبة الذين تعبوا رغم الصعوبة، أنا سعيد مجددا أن يكون ضيفي في هذا المساء الدكتور إحسان حمارنا، الله يخليك، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأردوكسية. بطاقة تعريف بشخصية طيبة كريمة كالدكتور إحسان حمارنا ابن مأدبة، هذا المسيحي الأرثوذكسي الأردني الذي حصل على شهادة الدكتوراه في الأشعة، نعم، من موسكو، وبعد أن حقق إنجازا بحصوله على شهادة البورد الأردني، الدكتور إحسان حمارنا لم يترك الطب بل زامل ما بين الطب والتطوع، وهذا يدل على أن هناك خليطا مزجا طيبا في العمل الإنساني وفي العمل التطوعي الخيري. هذا يتمثل بشخصي دكتورنا وضيفنا. وكنت أسأله قبل أن ندخل إلى الاستوديو فقال بأنه تعلم العمل التطوعي من قدوتين، من والده عيسى الحمارنة ومن والدته ست الستات، الكاتبة الناشطة المؤلفة المعروفة والتي طرقت الكثير من الميادين التي لم يدخلها امرأة من قبل، فكانت رائدة وما زالت. أقول للدكتور إحسان وهو الآن يحمل مسؤولية رئاسة إدارة هذه الجمعية، أنا أهنئك بالجمعية وأهنئ الجمعية بك. عندما أسمع الاسم الجمعية، جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، لما بكون عندكم مدارس بتسموها المدرسة الوطنية الأرثوذكسية، وبلاحظ بتحطوا الوطنية قبل الأرثوذكسية دون التنازل عن أرثوذكسيتكم وإيمانكم المسيحي، هذا بدل على أنه في عندكم رسالة. شو رسالة جمعيتكم يا سيدي؟ سيدي، جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية وكما قلت هي جمعية وطنية قبل أن تكون أرثوذكسية. واجب هذه الجمعية خدمة أبناء المجتمع المحلي بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، تقدم هذه الخدمات لجميع أفراد المجتمع الأردني. هاي الجمعية تم تأسيسها عام 1957 من قبل مجموعة من الخيرين اللي هاجروا من فلسطين بعد حرب 48 وأجوا على الأردن، وكانت هذه الفكرة لتأسيس هذه الجمعية، حيث بدأوا بتأسيس الجمعية لغرض إنشاء مدارس الأحد، وتطورت الفكرة لاحقا وكانت الفكرة بتأسيس المدرسة الوطنية الأرثوذكسية. وأذكر أبونا قرمش كان من المؤسسين، الله يعطيه الصحة، الله يعطيه الصحة والعافية. وكان يقول لي أنهم كانوا يستعملوا سياراتهم الخاصة في البدايات لإحضار الطلبة من البيوت وإيصالهم للبيوت بعد انتهاء الدوام الرسمي. فهناك حقيقة نضال وجهاد
قاموا به الأوائل لجعل هاي الجمعية تقف على أرجلها وتخدم المجتمع المحلي بكل ما لديها من قوة. أنا أعتقد أن جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية خلقت لخدمة الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى هي عماد المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه، وبدون الطبقة الوسطى إحنا حقيقة ما إنا ما إنا ما إنا وجود. هذه الجمعية والمدرسة إحنا سميناها اسمها المدرسة الوطنية الأرثوذكسية، ونركز على أن هذه المدرسة هي مدرسة وطنية قبل أن تكون أرثوذكسية. نحن نعتز بأرثوذكسيتنا، لكن إحنا نعتبر أن هذه المدرسة الوطنية الأرثوذكسية هي واجبها أن تنشئ الطلبة وتهيئهم ليكونوا في خط الدفاع الأول ضد جميع أنواع التطرف على كافة أشكاله. إحنا يجب أن نتعلم، وهذا إشي جدا مهم، أن يحترم كل منا الآخر، احترامنا للديانات المختلفة، احترامنا للثقافات المختلفة، احترامنا للفكر المختلف، ولا يجوز أن يستعمل أي طرف سطوته لطمس شخصية الطرف الآخر. صحيح. يعني دكتور، أنا يعني كل ما أصغيت إلى حديثك، يعني كل مع كل جملة يزداد احترامي لهذا الدور الذي تقوم به المؤسسة التربوية المسيحية. يعني من بعد قد يظن البعض أنه هذه المدارس طائفية أو لطائفة، وإحنا نرفض هذا التعبير في بلدنا، وقد يظن البعض أنه هذه محصورة للمسيحيين فقط، على الأبواب كأنه مكتوب عليها بس للمسيحيين. لا، ما فيش عندنا محل مكتوب عليه هيك، لأنه طبيعتنا احنا نرفض العزلة. بس يعني النتيجة هو ما نراه من ثمار هذا الجهد، واللي يمزج ما بين الفضيلة المسيحية والارتباط بالوطن و هذا التعزيز للحوار وللإصغاء، قيم التضامن، قيم الحب. كيف أنتوا بتواجهوا الآن كل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بل حتى والتربوية؟ كيف تواجهون هذا؟ والسؤال لما بتحدث مع الدكتور إحسان، أنا أنتظر جواب يمثل مؤسساتنا التربوية المسيحية مجموعة، أرثوذكسي وكاثوليكي وأسقفي. يعني هذا التحدي كبير، كيف ترون هذا؟ يا سيدي، بحب بالبداية أنوه لشغلة مهمة جدا. المدرسة الوطنية الأرثوذكسية هي أول مدرسة بالأردن بدأت بالتعليم المختلط، بالتعليم، وهذه قضية جدا جدا مهمة. فتجد أن أبنائنا الطلبة وبناتنا بيعيشوا في هذه المدرسة في جو أخوي، وأي إهانة لأي شخص فيهم بيعتبروه إهانة للجميع. وإحنا بسياسة المؤسسة التعليمية عن المدرسة الوطنية الأرثوذكسية لا يمكن أن نقبل طالب دون أن يحضر أخته يسجلها في المدرسة، حتى الكل يكون عنده هذا الشعور إنه هم عائلة واحدة، عائلة متحابة، الجميع بيشتغل مع بعض. لما بيطلعوا بيخلصوا المدرسة وبيروحوا ليكملوا حياتهم، الحياة بتكون أمامهم حياة سهلة. صحيح. لأنهم تعودوا على عملية الاختلاط اللي هي قضية مهمة جدا. طبعا. وما بيواجهوا أي صعوبات، وتقوى شخصيتهم في هذه المدرسة، وهذا جانب حقيقة جانب جدا مهم. هلأ سياسة الجمعية أن تقدم الدعم الكامل زي ما حكيت لك لأبناء الطبقة الوسطى، وكل من يحتاج لأي دعم مادي. إحنا عندنا بالمناسبة مدرستين وعندنا روضة، المدرسة الوطنية الأرثوذكسية بالشميساني والمدرسة الوطنية الأرثوذكسية بالأشرفية،
والمدرسة بالأشرفية جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية تخسر سنويا، وإحنا ما بنعتبر هذه خسارة، تخسر فيها مالية. كل سنة مالية، خسارة مالية، خسارة مالية. نعم. نص مليون دينار أردني، لكن نعتبر أن هذه المدرسة هي التي تجسد رسالة جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية. تخسر نص مليون؟ نعم، لإدامة المدرسة، لإدامة المدرسة وتقديم خدماتها لأبناء الوطن والفئات الأقل حظا. وحقيقة نتائج هاي المدرسة من أفضل النتائج على مستوى المملكة، وإحنا فخورين بوجود هذه المدرسة كذراع مهمة في بالمجالات اللي بتشتغل عليها جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية. وإحنا عندنا بسياسة الجمعية في عندنا لجنة اسمها لجنة الإعفاءات. هذه اللجنة تدرس الوضع الاقتصادي للأهل اللي بيتقدموا بطلب الدعم المالي، بدرس الوضع تبعهم، وأي شخص يحتاج للدعم المالي دائما وأبدا الجمعية تقدم هذا الدعم. وإحنا فخورين إنه هذا الدعم، يعني في ناس بقول لك والله هذا الدعم بروح للأرثوذكس، لا يا سيدي، هذا الدعم لا يروح لأبناء الأرثوذكس، هذا الدعم يذهب لجميع أبناء المدارس الوطنية الأرثوذكسية المحتاجين لهذا الدعم، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين بشكل كامل. حتى إحنا عندنا من دول أخرى طلاب موجودين كنا نقدم لهم هذا الدعم. وأذكر أنه لما داعش دخلوا على الموصل وطردوا، صارت عملية طرد ممنهجة تجسيدا للدور الاستعماري والإمبريالي للدول هذا في ضد المسيحيين في المنطقة، وأجا قسم كبير منهم على الأردن، إحنا قبلنا عدد من الطلبة في مدارسنا مجانا إلى حين أمورهم تتحلحل وتتحسن. فهذه الرسالة بعتقد أنها هي رسالة مهمة تجسد دور جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية في خدمة هذا المجتمع المحلي. قديش عدد الطلاب في المجموعة؟ عدد الطلاب عندنا في مدرسة الشميساني 2000 طالب، عندنا روضة وفي تماري فيها 350 طالب، والأشرفية في 650 طالب، فعندنا عدد الطلاب 3000. إذا بتيجي أنت بتطلع عليهم، نسبة المسيحيين ردا على حديثك بأن هذه المدرسة مكتوب عليها للمسيحيين فقط، عدد المسيحيين في المدارس تاعتنا لا يتجاوز 1500 طالب، النصف. والخدمات تقدم، وإحنا فخورين بهذا الشيء، تقدم للجميع سواسية، لأنه بنعتبر أنه الطلاب اللي بتخرجوا من مدارسنا يحملوا ثقافة منفتحة، يحترم الرأي والرأي الآخر، منفتحين للحوار، وهذا الحوار بين الأديان، الحوار بين الثقافات المختلفة، الحوار بالفكر المختلف، هو شيء مهم جدا، حوار مجتمعي مهم جدا لتطور مجتمعنا الأردني اللي احنا عايشين فيه، حتى نتقدم إلى الأمام ونسير من صف الدول المتقدمة. يعني هذا الكلام الطيب نتوقف عنده الآن، لنأخذ هذه الوقفة بعد، لنأخذ استراحة، وهناك اتصال إن شاء الله بعد هذا الفاصل. فاصل ونعود. يا معلم، هكذا كان يخاطب الفادي السيد المسيح، يا معلم. في المعلم، قال أحمد شوقي، كاد المعلم أن يكون رسولا. طفل المعلم وفي التبجيل. نعم. كاد المعلم. نعم. أن يكون رسولا. نعم. كل رسول معلم، وكل نبي حمل البشرى هو معلم. في زمننا نتمنى أن يكون المعلم رسولا. التعليم رسالة، والمدرسة بيئة للتنشئة وللتثقيف، وكل خروج عن هذه الرؤى يجعل من المؤسسة التي تنخرط في هذا العمل تجعلها مؤسسة تجارية. كيف يمكن أن نربح في التعليم؟ أنا
يعني أشيد بما تفضلت به، 500,000 عم تدفعوا. جمعيتكم هي جمعية مسجلة في الدولة، وزارة التنمية الاجتماعية، نعم، يعني هي مش جزء من الكنيسة، ولكنها أبدا تحمل رسالة الكنيسة والوطن، وتحمل رسالة الحب. وبعدين أنتم علمانيون، يعني أنتم مش رجال دين، نجحتم. هذا النجاح يعني يطرح سؤال، أين المعلم في هذا؟ المعلم عندكم. هذه النتائج اللي بتحققها المؤسسات الناجحة، ما الذي يفعلونه ليجعلوا من المعلم رسول؟ المدارس الوطنية الأرثوذكسية دائما وأبدا نعتبر أن التعليم له أعمدة، والمعلم هو العمود الذي ترتكز عليه العملية التعليمية. وبدون المعلم وبدون الجهد الذي يقدم المعلم لا يوجد أي نجاح لأي عملية تربوية دائما وأبدا. وأنا أثق بشكل كامل أن تطور أي أمة يرتبط بعنصرين مهمين، التعليم والصحة. فالتعليم جزء مهم جدا في عملية تطور الأمم، ودائما يقال إذا أردت أن تجعل أي أمة متخلفة توجه إلى التعليم، وخلي التعليم بس شوي يكون فيها متأخر ومتخلف، وبتصل للنتيجة اللي بدك إياها. نحن نؤمن أن المعلم هو العمود، هو العمود الفقري لعمل مؤسستنا، ونهتم بأن المعلم عندنا يكون مرتاح من كافة الجوانب، الجوانب المادية والجوانب النفسية، حتى يكون هو معطاء. لما أي شخص بيشتغل بأي مؤسسة، وهذا الموضوع أنا بطبقه في كل المؤسسات اللي أنا بعمل معها، يجب أن يشعر هذا الشخص أن هذه المؤسسة مؤسسته، وليس هو مجرد موظف فيها بيجي آخر الشهر بأخذ راتب وبروح. أبدا. أنا أعتقد أن هناك يعني تحييد، بل ربما يعني لا أبالغ إن قلت إنه في إهانة لرسالة التعليم والمعلم عندما تنحصر في أنها وظيفة. إذا خلت من هذه، مثل الطب، مثل القضاء، 100%. الطبيب قبل كل شيء يجب أن يكون إنساني، ويجسد المعاني الإنسانية بالمهنة الطبية هاي. والمعلم له رسالة، والمعلم كاد أن يكون رسولا، لأنه يقدم رسالة تنشئ جيل جديد. فالمعلم يجب الاهتمام فيه من كافة النواحي. ومن هنا يعني إحنا كوننا جمعية خيرية، وكل دينار يتم توفيره من عمل المؤسسة يتم إعادة صرفه بالمؤسسة التعليمية. يعني إحنا السنة أنجزنا مسرح حضاري على مستوى عالي. لمين؟ لأبنائنا الطلبة. وقبل عامين عملنا مبنى ثقافي رياضي في جميع التسهيلات اللي بيحتاجها أبنائنا الطلبة لممارسة النشاطات تبعتهم. وبأثناء أزمة كورونا إذا بتتذكر صار لغط كبير، نعم نعم، في البلد حول المعلمين ورواتب المعلمين ودور المعلمين، وإنه المعلمين قاعدين في البيوت وليش لا ياخذوا رواتبهم. إحنا من المؤسسات اللي دفعت كامل رواتب المعلمين من شهر 3 و4 حتى نهاية شهر 8 سيتم دفع راتب 8 للمعلمين، لأنه نعتقد أنه هذا المعلم يؤدي رسالة. وأنا بقدر أؤكد لك أنه أثناء أزمة الكورونا الجهود اللي قدموها المعلمين كانت جهود مضاعفة، جهود مضاعفة. معلمين عموما ولا معلمينكم؟ كل المعلمين. نعم. كل المعلمين. نعم. عن الجهد اللي بيقدموه داخل الغرفة الصفية لما بيكون وجها لوجه مع الطلبة. نعم. فهذه بعتقد أنه يعني واجب الدولة الأردنية أن تركز على هذا الموضوع،
وأن تكون العلاقة علاقة متوازنة بشكل عام ما بين المؤسسات التربوية برعاية الدولة الأردنية ورعاية وزارة التربية والتعليم والمعلمين اللي عم بيقوموا بدور جبار تنفيذا لهذه الرسالة، والرسالة حقيقة يجب أن تكون واضحة بخدمة المجتمع المحلي. إذا بتسمح لنا دكتور، إحنا يعني في اتصال، في هذا الاتصال يعني هو يسعدنا، لأنه سنمر على الأسرة، على العائلة، على المدرسة، على المرأة، كل هذه المواضيع نختزلها بهذه المكالمة مع سيدة كاتبة أم ناشطة، هي الأستاذة المعلمة عبلة حمارنة، والدة الدكتور إحسان حمارنة. مساء الخير أستاذة عبلة. يا هلا فيك، يا مساء النور. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. إحنا يعني هو ذا ثمرة بطنك، الدكتور إحسان موجود معنا هنا، فالسلام لك، السلام لك يا سيدة، سيدة المادبة في النشاط الاجتماعي والتربوي والتعليمي والتطوعي والخيري. أنت معلمة، لما سألت الدكتور إحسان قال أنا تعلمت من والدي من والدتي. احكي لنا أم إحسان. أم إحسان، احكي لنا أم إحسان. الله يمسيك بالخير. مساء الخير. يا هلا. احكي لنا كيف غرستي بالدكتور إحسان هذا الحب والتعلق بالعمل الخيري والإنساني والوطني؟ كيف وأنت معلمة؟ يعني المعلمة مش بس بالصف، معلمة بالشارع، معلمة بالبيت، معلمة بالأسرة، مع الأقرباء، مع الأصدقاء. أعطينا تجربتك الثرية سيدتي. يا سيدي، أنا بالنسبة إلي يعني تزوجت صغيرة والله أعطانا هالولاد النشامة، ولكن أنا طول الوقت ما كنت أتركهم، باستمرار أنا معهم. الهدف اللي عندي والإشي اللي أنا بحبه اتعلموا مني. كثير مرات أتركهم وأروح أعمل، إذا علي عمل تطوعي خارج البيت، وكان موجود العمل التطوعي كثير، والهم والصحة كانت يعني مميزة، والحمد لله شبوا على كلهم على هذا المبدأ، وبتشوف وانت بتفتخر فيهم انهم نشامة، وما بتشوف منهم الا كل عمل طيب، واذا نخيتهم تلقاهم موجودين جنبك. يعني هذا التأسيس، هذا نوع من انواع التطوع اللي كنا احنا يعني منتاجر فيه ومنركزه في ولادنا، مزرعه في ولادنا ومننميه فيهم، منتابعه، ما منتركه هيك نحكي، لا، منتابع التطوع عندهم والعمل الطيب والبيئة الحسنة والتربية. الحمد لله كانت مثل ما بديها كل أب وأم إلهم تعب، هم أخذوا نتيجة التعب، وإحنا الحمد لله أخذنا نتيجة أفعالنا في أولادنا، في الدكتور إحسان وإخوانه، وكلهم الحمد لله مميزين مثل الدكتور إحسان. الله يعطيك العمر، الله يعطيك العمر يا أم إحسان ويعطيك العافية. بس بدي أسألك كمان سؤال لو سمحتي. أنت كنت زميلته لإحسان، قدمتي توجيهي مش هيك؟ ما أنا هاي يعني قصة طويلة. نعم. إني أنا ما كملت إلا أول إعدادي وتزوجنا، كل صاحبات راحوا على المدارس، رحمة أبوي عنده 13 نفر وما كان يقدر يودينا على المدارس برا، فودى إخواني. سألني أنا، قال لي دايما نادين الدكتور عبلة، قال لي يا يابا شو أعمل انت والاخوانك؟
قلت لإخواني يابا أبدأ مني، لأنهم بيتسألوا عن عائلات، وأنا تجاه موقفك وبكى تجاه موقفك وتجاه الدمعة اللي أنت بكيتها، أنا لو آخر يوم بحياتي إلا أكمل علمي. تزوجنا وبلشنا الحمد لله في الأولاد، وربيناهم بالتربية اللي بتتمناها كل أم وكل أب، ولكن نفسي أنا إني أكمل علمي ما غادرني. وأنا أول إعدادي، لأني كنت أولى الصف، ود وراي درست أطفال في المدرسة الأمريكان، قاعد بدرس فيه في طالب اسمه كان الله يرحمه الدكتور سمير العجيلات، هذا نابغة كان، لكن أنا داير بشوف كيف بكتبوا الإملاء، كاتب هو كلمة غلط. قلت له ماما سمير شو اللي كاتبه؟ وقف ولا بقول لي أنت على إيش شايف حالك؟ أنا بكرة بكبر وبتعلم وأنت بتظلكي مثل ما أنت. وأنا قال لي هالكلمة فتح جروح قلبي، كيف هالطفل ابن صب ثاني يعرف اللي أنا بعاني منه. بعدين أقوم بالليل أربع الأولاد، أبلش في شغله من اللي بدهم إياه، وأرجع أنام. يجيني حلم إني رايع على المدرسة، وأنا رايع على المدرسة متأخر طردتني المديرة ما قبلت تدخلني، وهيك والحافز الثالث أنا كنت يعني أقدم من كل قلبي للعمل التطوعي، فأجا تقييم لعضوات الجمعية إن شو مؤهلهم، فكتبت الله يرضى عليها اللي كتبته كتبت عني متخرج ابتدائي. أنا هذه الكلمة كمان زرعت في حافز إني أنا أرد عليها في الموقف الصحيح وأكمل علمي. بعد 25 سنة وعفاف المدرسة طلبوني أكون في مجلس الآباء والمعلمين، كان إحسان الله يرضى عليه توجيهي كمان. رحت طلبني مدير التربية، قال الوزير بدي يجي وبدنا نكلفك تقول كلمة الترحيب في الوزير. قلت له عشرت أنا أكتبها، أنا ما بقرأ ما كتبه غيري. قال لي إلك الخيار بس نطلع عليها. المهم أعطيته الكلمة ثاني يوم، ولا بقول لي أم حسان أنت مكملة من أي جامعة؟ قلت له أي جامعة يا أستاذ؟ أنا خريجة أول إعدادي، أنا ما شفت الجامعة. قال هل التربية فاتحة؟ وزارة التربية فتحت مجال لأي إنسان إن شاء الله خريج صف أول بيقدر يقدم توجيهي دراسة خاصة صفين، يعني الثاني والثالث. تصور إنسان تارك المدرسة 25 سنة وفي رقبة البركة عيلة، وأنا بتبع أولادي بالدراسة أبو حسان دائما يكون خارج البيت بيشتغل يعني، وأتبعهم في الدراسة ويجي دراسة خاصة طبين، إيش بدي ألحق؟ وإحسان كان الله يرضى عليه مطلوب عليه التوجيه. فجمعنا الكتب رحنا على الأستاذ، قلت له شو يا أستاذ أنا بطلع 30 كتاب شو بلحقني؟ كيف بدي أكتب؟ قال لي قدم السنة وإيش ما قدمتي تأخذ توجيه راتب أحسن ما يغلبوكي لسنة الجاي. وفعلا مشيت على وصيته، قدمت التوجيه، وأول يوم كان إحسان سخنان، وأنا رحت علي كان امتحان اللغة العربية، ومن كثر ما أنا خايف على إحسان
مع أني بعرف الأجوبة، لكن ما كنت مركزة على أني أنا بنتحم. أنا مركزة أنه إحسان الله يرضى عليه في الامتحان، ابصر عمل، ابصر مرض، ابصر غير، ابصر إيش، فالفكرة عنده. فلما طلعت النتائج كان معدلة 55 وناقص علي بس لغتين علامتين في اللغة العربية. نتينا للسنة الجاي صار معي حادث أني أنا عملت عملية بالرئة، إزالة ثلث الرئة. كان هذا في 2-2 30-6 كان التوجيه، وأصريت أبو حسان يطفي الكهرباء، ما بده يعني، أنا بدي إياك تضلك لأولادك، أنا ما بدي توجيه ودراسة، أنت مش مبسوطة، أخليت ينام أضضو وأدرس هالساعتين اللي بصح اللي فيه. الحمد لله نجحنا السنة اللي بعديها الحمد لله، وأخذت معدل 63.2، وكافأتني وزارة التربية لأنه كان عمري أنا 42 سنة وقتها، عينتني في المدرسة رأسا انتسبت للتأهيل التربوي، كملت التأهيل التربوي إنجليزي جبت فيه معدل 77.4. بعد 8 سنوات فتح سمو الأمير حسن الله يطول عمره مبدأ التدفير بين التأهيل والجامعة، وسعيت لما استويت لما سمحوا لي أدخل، كبير بالعمر وبدون يفتحوا المجال للصبايا الأصغر، وأقول لهم إذا ما بدكم تخلوني أدخل الجامعة أنا بروح على جلالته بجيب أمره بادي. المهم وافقوا، كملنا جامعة تربية ابتدائية ودرست 18 سنة وثلاث شهور، وطبعا وصلت 60 وأحلوني على التقاعد. ما شاء الله عليك يا أم إحسان، هذه قصة بنفخر فيها، صدقيني أنه نفخر فيها نحن في الأردن وفي مادبة وفي مدارسنا وفي أسرنا وعائلاتنا. أم ربة منزل وناشطة، ربنا يعطيك العمر، وشكرا لك على مشاركتنا بهذه التجربة، التجربة الحياتية الرائعة. أنت مثل وأنت قدوة لنا جميعا آباء. أنا تربية كفوي أردنية. نعم أنا أردنية، بفتخر أني أردنية. يا سلام يا سلام، وكلنا بنتعلم منك هذا الحب لله وللوطن. وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. بعدين ما في صلاة أحد فاتتني، أروح أصلي الأحد وأرجع، يعني كمان من الأمور الدينية ما نسيتها. برافو. هلأ الله أنا يطول عمرك ويعطيك العمر، من ثمارهم تعرفونهم أكيد. الله يقويكي، كل عام وأنت بخير. الله يسلمك ويطول عمرك. شكرا شكرا أم إحسان، شكرا شكرا. يعني بعد نترككم الآن مع هذا، مع فاصل بعد هذه الرحلة مع تجربة السيدة عبلة حمارنة، نموذج وقدوة للمرأة الأردنية المسيحية الملتزمة الطموحة، الطموحة لخدمة الجيل وخدمة الأسر وخدمة الجيل القادم. فاصل ونعود. في قيم معينة بتعلمها الواحد بالحياة، نعم، وهذه تغرس من قبل الأهل، نعم. وبدي أحكي لك هالقصة، والوالدة عملت واحد من الكتب اللي عملتها هو اسمه قصص واقعية تروى، وأحدى هذه القصص متعلقة في أنا بشكل شخصي. على العيد بطلب من الأهل، أبوي كان بالجيش، وطلبت من الوالدة أنه بدي أشتري كندرة جديدة. تعرف الوضع أيام زمان، لا بقدر الواحد يشتري كنادر ولا إلى آخره. طبعا الوالدة ما بدها تقول لي أنه ما بنقدر، وما بدها تردني، فشو عملت؟ أعطتني ورقة قالت لي روح على دكانة معينة وأعطيها همشان يعطي كندرة. أخذت الورقة ورحت. شو كاتبة هي بالورقة؟ أعطيه كنادر أعلم أكبر من قياسه أو أصغر من قياسه، ما تعطيه على قياسه. رحت، قعدني التاجر ربع ساعة وأنا بقيس، ها؟ هذه
مش ظابطه وهاي. قال لي يا عمو والله ما عندنا كنادر على قياسك. فرجعت على البيت وانا مرتاح ومبسوط انه ما رفضوا طلبي. فهذه وانا بتذكر ابونا واحنا اولاد كنا بالمدرسه، البنطلونات كنا نلبسها، اليوم صارت موضة البنطلونات المخزوقة. كنا احنا نلبس البنطلون ينخزق، تروح امي تحط عليه الرقعة، اول رقعة وثاني رقعة، وينتقل البنطلون من الاخ الاكبر من الى الاخ الاصغر من جيل الى جيل. هذا الاشي اللي تعلمنا الامانة، تعلمنا الصدق، تعلمنا الولاء والانتماء، حب العائلة. هذه قيم كلها قيم مهمة. انا هذا يقودني الى 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 محور آخر في حديثنا في هذه الأمسية، عن العلاقة ما بين المدرسة والأسرة في متابعة هذا الطالب. هذا الطالب، هذه الطالبة، يذهب إلى المدرسة 3-4 سنة، يقضي في المدرسة ثلث نهاره، ويقضي في المدرسة 5 أيام من الأسبوع. يعني هو بيت آخر. شو سياسة المؤسسات التربوية ومنها جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، إيش سياستها في تعزيز العلاقة والتعاون ما بين الأسرة والبيت؟ السيدة الوالدة قالت إنه كانوا حاطين بمجلس أولياء الأمور مجلس الآباء والأمهات. كيف تعززون هذه العلاقة؟ أنا أعتقد أن هذه العلاقة هي علاقة تكاملية. لا يجوز إلقاء عبء التربية على الأهل لوحدهم ولا على المدرسة لوحدها. يجب أن يكون هناك علاقة تشاركية تكاملية، تواصل دائم ما بين المدرسة وما بين الأهل. لما بيكون في عندك أنت طلبة معينة عندهم أي مشاكل نفسية أو اجتماعية أو سلوكية، يتم التواصل من قبل إدارة المدرسة مع المرشدين الاجتماعيين، بيصير حوار ما بين المرشدين الاجتماعيين وهؤلاء الطلبة، بيصير تواصل مع الأهل للمساعدة في حل هذه المشاكل. وهذه قضية بعتقد أنها قضية جدا مهمة. فهناك دور تكاملي، يجب أن يكون هناك دور للأسرة ويجب أن يكون هناك دور للمدرسة. وإذا ما اشتغلوا الفريقين مع بعض، عملية تنشئة هذا الجيل تفشل. فهناك دائما هناك تواصل ما بين الأهل، بصير اجتماعات للأهل، اجتماعات ربع سنوية أو أحيانا شهرية، أو إذا صار أي مشكلة عند أي طالب يتم استدعاء الأهل والحديث معهم وشو المشاكل اللي بواجه هذا الطفل في البيت، على أساس أنه تعرف أحيانا بيكون في صعوبات ما بتقدر أنك أنت تعرفها. فبصير دائما هناك حوار وهناك تواصل من أجل حل كل المشاكل اللي ممكن يواجهها الطلبة. وقسم الإرشاد التربوي في مدارسنا هو من الأقسام المهمة جدا، اللي عليها عبء كبير من أجل دعم النواحي النفسية لأبنائنا الطلبة. ولأنه أنا دائما وأبدا بعتبر أنه اللي بحب أنه أولاده يتعلموا التعليم المضبوط يجب أن يتواجدوا في المدارس التي تضم جميع فئات المجتمع، فيها الفئات الأقل حظا ومتوسطي الحال والأوفر حظا وإلى آخره، لأنه هذا إشي جدا جدا مفيد لهذا الجيل أن ينشأ ويتربى التربية الصحيحة. المؤسسات التربوية المسيحية، مؤسستكم وشقيقاتها أخواتها المؤسسات الأخرى، سجلت نجاح في المجتمع. يعني نذكر على سبيل المثال مدارس رهبات الوردية، نذكر على سبيل المثال الأهلية مدرسة المطران، تيرا سانتا، الفرير. هذه المدارس تتميز على الساحة الوطنية بأنها معاهد معروف أن إداراتها مسيحية، ولكن يطمئن أولياء الأمور إنه أولادهم موجودين في أيدي أمينة. الأيام هاي عم نسمع كثير مصطلحات، إضراب
تعليم عن بعد، منهاج، معلم، نقابة. أين مصطلح القيم؟ أين مصطلح الفضيلة وسط هذا الضوضاء، هذا الضجيج؟ ما بتحس إنه في تحدي عندكم، إنه في ظل هذا المتغير، في هل تعتقد، ويعني أريد رأيا صريحا، هل تعتقد أن مؤسساتنا التربوية المسيحية، هل تعتقد أنه عندها مشروع تربوي اللي يحافظ على هذا يركز على البعدين الفردي والمجتمعي الجمعي؟ أنا بعتقد أنه المؤسسات التربوية المسيحية تاريخيا، المؤسسة التربوية المسيحية موجودة وتعمل في الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي، وتقدم خدماتها للمجتمع المحلي على أحسن وجه، وكانت هذه المدارس تقدم الخدمات وتخرج منها العديد من الشخصيات المجتمع الأردني، رؤساء وزراء ووزراء وشخصيات وكتاب وأدباء، كان لهم دور كبير في خدمة هذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وأنا بعتقد إنه المؤسسات التربوية الغير ربحية، عندما تكون هناك أي مؤسسة تربوية غير ربحية، احنا لازم كلها نميز مؤسسات مسيحية كنسية المفروض غير ربحية تماما، بس في غياب يعني هو النجاح. هلا أحد القضايا الرئيسية اليوم، نعم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بعاني منها بلدنا وتعاني منها العديد من العائلات الأردنية، هو موضوع التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأوفر حظا للفئات الأقل حظا، والصعوبات اللي بواجهوها الأهالي خصوصا اليوم في أزمة كورونا حول التسجيل في المدارس بشكل عام العام القادم في كل المدارس الخاصة. إحنا كجمعية ثقافة وتعليم أرثوذكسية ومدارس وطنية أرثوذكسية، وتأكيدا للدور الذي تقوم به المدارس الوطنية الأرثوذكسية، عملنا مبادرة جدا جدا مهمة من وجهة نظري تجاه المجتمع المحلي وتجاه أهالي الطلبة. نعم. هذه المبادرة ترتكز إلى عدة عوامل، وإحنا يعني كان الرأي عنا إنه ما في داعي، خلينا السنة هاي نستثمر بدعم الطلبة ودعم أهالي الطلبة. فعملنا طبعا الأقساط المدرسية بقيت كما هي، وهي أقساط معقولة جدا مقارنة مع بعض المدارس الأخرى، بس رغم هذا عملنا خصم على الأقساط مقداره 3%. والشغل الثاني، تجسيدا لرسالة الجمعية في خدمة المجتمع المحلي، أسسنا صندوق خاص اسمه صندوق COVID-19، ووضعنا فيه، رصدنا لهذا الصندوق مبلغ ربع مليون دينار. كل شخص تضرر من أزمة كورونا يستطيع أن يتقدم بطلب لهذا الصندوق للحصول على دعم بخصم يتراوح من 20% إلى 40% على الأقساط المدرسية. القضية الأخرى، أثناء الأزمة بتعرف العديد من الأهل بيدفعوا الرسوم المدرسية بشكات مؤجلة، مبلغ الشكات اللي رجعت بالمدارس الوطنية الأرثوذكسية تتجاوز مبلغ 300,000 دينار، لم يتم الاتصال بأي شخص من الأهل، وتم وضع هاي الشكات في المدارس ليتم إعادة جدولتها في وقت لاحق لما الأوضاع. ما اتصلتوا مع الأهل؟ ما حكينا مع الأهل. شعار إنه يعني شعار دعم للأهل في هذا الوقت، الوضع الاقتصادي الصعب. ورحنا عملنا تسهيلات كمان بالدفع عن طريق الماستر والفيزا كارد مع بعض البنوك، معطي هاي التسهيلات، الدفع بالماستر والفيزا في رسوم مقدارها 2%. حكينا، بلغنا الأهل أنه أي شخص بحب يدفع بالماستر والفيزا يتم تقسيط الرسوم المدرسية على سنة كاملة. الرسوم 2% إحنا منتحملها، والرسوم المدرسية التي تدفع على سنة إحنا كجمعية نعتبر أنه تم تسديدها كدفع نقدي، ومنعطي للأهل خصم إضافي مقداره 5% على الرسوم المدرسية. فلما أنت بتحسب مجموع التسهيلات والتي تتجاوز قيمتها كحزمة، أنا بحكي
نعم. تجاوز مبلغ المليون دينار هون 5% رسوم 2%، الخصم على الرسوم عملناه 3% للكل، هي 10%، والمتضررين من أزمة كورونا بياخذوا خصم إضافي من 20% إلى 40%. فحقيقة الجمعية جسدت بهذه الحزمة الروح القائم عليها العمل التطوعي، ألا وهو خدمة المجتمع المحلي وخدمة المتضررين والفئات الأقل حظا من أزمة كورونا. هاي الرسالة اللي قامت بها جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسي بخدمة المجتمع المحلي، وهذه للجميع، هذه وكل أي شخص، يعني مش ولاد الطائفة أبدا أبدا. إحنا موضوع أبناء الطائفة نعتبر أن الدين هو علاقة ما بين الشخص وخالقه، وإحنا كلياتنا تحت مظلة واحدة في هذا الوطن. نعم. تربطنا إحنا كمسيحيين في هذا البلد. جدودنا لما أجت الحملات الصليبية على هذه البلاد حاربوا جنبا إلى جنب مع أولاد عمنا المسلمين ضد الصليبيين اللي أجوا على بلادنا، لأنه إحنا ننتمي لهذا البلد وننتمي لتراب هذا البلد، ونعتبر أننا عشنا عاش أجدادنا وعشنا إحنا في هذا البلد وسنموت في هذا البلد. وهذه قضية جدا مهمة، لأنه هناك العديد من التسهيلات التي تعطى لدعم هجرة المسيحيين من هذه الأرض حتى يهاجروا على أوروبا، وأنا عندي قناعة تامة أن هذه الحركات خلفها إسرائيل والصهيونية العالمية، تهجير المسيحيين من الشرق على أساس أن يصب هذا الموضوع كلياته خدمة في مشروع يهودية الدولة. المسيحيين في الشرق، المسيحيين في بلاد الشام، هم الحلاوة تبعت منطقة بلاد الشام، ويجب المحافظة على هذا الوجود المسيحي. المشرق، احنا هون في برنامج عين على المشرق. انا يعني ما بدي اقاطعك، بس انا سؤالي التالي فيما بعد حول دور المؤسسات التربوية المسيحية، رسالتها، يعني هل نتوقف عند فقط عند الجارما اللوحة الإعلانية أنه أنا في عندي مدرسة؟ وبالعادة كما تفضلتم المؤسسات التربوية المسيحية كانت صاحبة الريادة، بل كانت في فترة ما هي الجهة الوحيدة التي كانت تعلم والتي كانت تدرس، وكان عندها مدارس في الوقت الذي كان فيه، يعني من زمن الحكم العثماني عندما كان الجهل عاما وطاما. نريد أن نتوقف الآن قبل أن ننتقل في المحور الأخير من لقائنا. دكتور، شكرا لكم متابعينا، وفاصل ونعود. شكرا دكتور، نعود معك لنواصل الحديث، هذا الحديث الطيب عن تجربتكم، والتي تمثل يعني تجربة ناجحة وطيبة. مدرسة وطنية أرثوذكسية، كيف التعليم الديني عندكم؟ احنا أرثوذكسي. هلا زينا زي باقي المدارس، احنا نطبق أنظمة وزارة التربية والتعليم. هناك حصص دين إسلامي وهناك حصص دين مسيحي. نعم. في حصص الدين المسيحي بروح الطلاب المسيحيين لحصة الدين، وبروح الطلاب المسلمين لحصة الدين الإسلامي. وهناك احترام كامل لحق كل طالب بحضور هذه الحصص، وهي حصص حقيقة حصص إلزامية على كل الطلاب. نعم. أنهم يحضروا حصص الدين المسيحي كما بيحضروا حصص الدين الإسلامي، وهذا حسب متطلبات وزارة التربية والتعليم. يعني وهذا إشي بعتقد أنه إشي مهم. وأنا زي ما أنت حكيت هلأ قبل الفاصل، حكيت عن المؤسسات المسيحية التي قدمت خدمات المجتمع المحلي، وهذه حقيقة في وقت من الأوقات لم يكن هناك مدارس خاصة
كان هناك فقط المدارس التابعة للفرنسيسكان، للكاثوليك، نعم، للأسقفية الإنجيلية، نعم، والمدارس الوطنية الأرثوذكسية، نعم. وأنا بعتقد تاريخيا جميع هذه المدارس قدمت خدمات جليلة للمجتمع الأردني للحفاظ على الهوية الأردنية بغض النظر. وهذه المدارس زي ما أنا حكيت عندك عدد الطلاب اللي كانوا بهاي المدارس في غالبيتها كان عدد الطلاب المسيحيين مساوي لعدد الطلاب المسلمين، وكان يحصلوا على تعليم حقيقة تعليم متميز. لأنه أنا بعتقد أنه جميع المدارس يجب أن تكون في خط الدفاع الأول ضد كل أنواع التطرف، وتحديدا التطرف الديني. ومدارس المسيحية تركز على 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 هذا الجانب، وما فيش في مدارسنا الأرثوذكسية وأعتقد في باقي المدارس ما في أي نوع من أنواع التطرف، لأنه التطرف بشكل عام هو تطرف واحد، إن كان تطرف إسلامي ولا تطرف مسيحي، نعم صحيح. اللي بده يتطرف بالطرف، لكن نعم. يجب أن نكون وسطيين، يجب أن نحترم الثقافات المختلفة والديانات المختلفة، وأن يكون لكل شخص على 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 رأي الدين لله والوطن للجميع، وهذا الإشي اللي بربطنا جميعا. دكتور، انتقلنا معك اليوم إلى داخل أسوار المدارس والمؤسسات التعليمية، شو النصيحة اللي بتقدمها أنت للمؤسسات التربوية الشقيقة، وخاصة يعني التي تديرها الكنائس؟ إيش من تجربتكم يعني، ما هي المشورة، ما هو الطرح الذي يمكن أن تقدمه لتقوية وتعزيز دور المدارس؟ لأنه احنا نطمح أن تكون مدارسنا زي الأرثوذكسية، زي المطران، زي الأهلية، زي رهبات الوردية. يعني أنا للأمانة أعرف أن هناك ضغط يمارس، لأنه في رغبة كبيرة عند كثير من أولياء الأمور في وطننا على أنه أولادهم يدخلوا هذه المدارس البارزة والرائدة. شو نصيحتك؟ أنا بعتقد أن هذه الرسالة تجسدها المدرسة الوطنية الأرثوذكسية، كما تحدثنا أن هذه المدارس يجب أن تركز على الوطنية قبل أي شيء ثاني. يجب تنمية الروح الوطنية، يجب تنمية الانتماء لتراب هذا الوطن، الثقافة الوطنية. هناك العديد اللي بيعتبروا وبيعتقدوا أنه هذا جزء من هاي المدارس تابعة لمؤسسات غربية وإلى آخره، هذا الكلام غير صحيح. أنا بعتقد أنه هذه المؤسسات المسيحية كلياتها موجودة لخدمة المجتمع المحلي، تقوم بدور وطني في تنشئة هذا الجيل، في تنمية الثقافة العربية والانتماء الوطني لتراب هذا الوطن. لأنه اليوم أنت كل أنواع الغزو الثقافي اللي عم بيجي علينا من مختلف دول العالم، ووظيفة هذه المدارس أن يكون هناك جيل يعتز باللغة العربية، يعتز بالثقافة العربية، يعتز بالولاء والانتماء الوطني، يعتز بفلسطين وقضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى 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 أرضه ووطنه. اليوم أنت عم تسمع أصوات اللي بيحكي لك إنه إسرائيل مش عدوتنا، إحنا عدوتنا إيران. هلأ كل الدول الموجودة حول منطقة العالم العربي كلياتها إلها مطامع في بلادنا. ليش إلهم مطامع؟ لأنه إحنا إيدينا مش في إيدين بعض، ما عم نشتغل مع بعض، ما عم نحط إيدنا بإيدين بعض. فلذلك كل الدول المحيطة فينا كل واحد بده ينهش من تراب هذه الأمة العربية ومن خيراتها ومن نفطها، وهذا حقيقة إشي واضح جدا للعيان. وكل الدمار اللي عم بيصير في بلادنا اليوم هو نتيجة هذه النزاعات اللي عم بيصير بين أبناء الوطن الواحد خدمة لهذه الأجندة الخارجية. فلذلك أعتبر أن واجب جميع المؤسسات التربوية المسيحية هي خدمة هذا المجتمع، دعم الثقافة الوطنية، الثقافة العربية، من أجل أن يكون هذا الشعور بالولاء لهذا لتراب هذا الوطن موجود عند كل العالم والناس. بارك الله فيك يا سيدي. يعني
هل أنت مع علمانية التعليم؟ وماذا تعني علمانية المدارس؟ إيش بتعني لك؟ إحنا بشكل عام إحنا علمانيين، نؤمن أن هناك نظام وقانون والجميع تحت مظلة هذا القانون، والموضوع الديني هي علاقة ما بين الفرد وخالقه، وعلينا جميعا عندما نكون إحنا بنحترم العلمانية أن يكون هناك خط أحمر، أن لا يتجاوز أي شخص تجاه الشخص الآخر، يحترم الرأي والرأي الآخر، تجمعنا مظلة واحدة، لا فرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، حتى ينمو هذا المجتمع الأردني اللي احنا عايشين فيه يجب أن يكون هناك حقوق متساوية للرجل والمرأة فيه، لأنه احنا مع الاحترام الشديد احنا بنحكي إشي وبنعمل إشي تاني. المرأة في مجتمعنا في غالب الأمور هي، أنا بعتبر أنه يجب أن نقف على رجلين ثنتين، رجل للرجل ورجل للمرأة. المرأة عندنا نص رجل، يجب أن يكون لها حقوق تامة، لأنه تعرف أنه هناك العديد من النساء اللي إلهم دور ريادي في خدمة هذا المجتمع، فيجب أن تأخذ المرأة دورها الكامل من أجل أن نتقدم إلى الأمام. يعني المؤسسة التربوية المسيحية هي مؤسسة تنقل الفضيلة والأخلاق، يعني في علمانيتها صحيح، لا تعني أنها تتخلى عن قيمها المسيحية التي هي بالتالي جزء من منظومة الفضيلة ومنظومة القيم التي دعت إليها. يعني السيد المسيح كان يفتخر، بحكي عن حاله أنه أنا معلم، وهو يقول للتلاميذ عندما طلب منهم أن يذهبوا ليهيئوا للعشاء، قال لهم قولوا له إن المعلم قال هيك. المعلم عندما كان يخاطب، أيها المعلم الصالح، يا معلم، سيد المسيح هو معلم، هذا المعلم الإلهي الذي أحب وبعده يعلمنا القديس بولس الذي كان كارزا ورسولا ومعلما للأمم. التعليم موجود. قال أحدهم أنه عمر مدرسة قبل أن تعمر كنيسة. صحيح. أنا أريد أن أشد على وأشيد على أيديكم، وأشيد بدور مؤسساتنا التربوية المسيحية. أنا رأيت هذا التطور اللي شفناه في، والتوسعة اللي شفناها بمدرسة الوطنية الأرثوذكسية. نحن نفتخر عندما تكون مدارسنا في هذا الوطن على شاكلة مدارس التربوية المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والأسقفية. فعلا هي مدارس تدعو إلى الفخر. أنا عملت زيارة لمدرسة رهبات الوردية بمرج الحمام، شفت يعني أحدث وسائل التعليم الإلكتروني عن بعد. صحيح. عن بعد. صحيح. عن بعد. صحيح. نحن نفتخر بهذا ونطمح أن تكون كل مدارسنا بهذا، ولكن قبل التطوير بدنا نتذكر أنه دورها أن تكون صاحبة رسالة. صحيح. وتحمل القيم التي ترسخ الإيمان بالله وبالوطن وبهذه الأرض المباركة. شكرا سعادة الدكتور إحسان حمارنة، رجل التطوع ورجل الطب ورجل الأشعة، طبيب الأشعة البارز. نشكرك على أنك قبلت دعوتنا في هذا اليوم، وأنا بعرف في عندك اجتماع ثاني مهم. نقول لك في ختام هذا اللقاء شكرا مجددا، وتحياتنا للجمعية، جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، ولكل مؤسساتنا التربوية المسيحية في هذا الوطن، ولكل المؤسسات
المعلم، المعلمون الصادقون هم الذين يتشبهون بالأنبياء والرسل ويتشبهون بالسيد المسيح الذي حذر من أن هناك في معلمين كذبة. إحنا ما بدنا إياهم ولم نقبلهم أن يكونوا بين ظهرانينا، أن يكونوا على شاكلة المعلم، يخافون يتقون ويحبون الله وفي الوقت نفسه يحبون الإنسان ويعملون من أجل كرامة الإنسان. شكرا لك. شكرا لك. شكرا على الاستضافة وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا سيدي، كل عام وانت بخير. الله شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.